الو السلام عليكم. عليكم السلام. شو اخبارك؟ طيب؟ هلا سهلا. شلون الوالد؟ عسى طيب ان شاء الله. سلمك. ابد العلم سلامتك. سلام. انا كنت واقف عند اشاره زي كذا، صورت واحده في السياره. الظاهر انها بلغت علي، والحين هم ماسكين في قسم السلمانية. وابيك تجي قسم السلمانية. سلمانية؟ ايه. طيب وش تبي؟ ابيك تجي تطلعني، بس انهم قالوا مهدي ادفع 500,000 غرامة او سجن سنة. اطلع والله زق بوجهك، لان الله اللي رباك اني ما ربيتك اصلا صح يا حيوان يا كلب. وش صادم انت؟ سم؟ وش صادم؟ انا مصور بنت، ما صدمت. مصور بنت بعد؟ ايه تسوق. لو مصورين اختك ترضى؟ لا والله اكيد مرة، بس عاد الشكوى. طيب ما ترضى يوم تصور بنت الناس يا وجه القنفذ؟ عاد الشكوى لا، عاد جات غلطة وصورتها، ابيك تطلعني للحين. لا لا ما مطلعك، خلص ان شاء الله لا تموت. ترضى جدفك يا كلب ابن كلب. ترضى اني اسجن سنة؟ اسجن سنة ان شاء الله 10 سنين. وغرامة انا اصلا سامح منك ولا عاد ابيك، متبري منك. انا متبري منك انا. يا ابن الحلال ذكر الله. ابدا انا لا اله الا الله متبري منك، انا الله جدفك. يا حمار يا حيوان يا كلب. خل مختلف تطلع للشارع يصورون على الرجاجيل، ترضى؟ لا والله ما بعد المشكله. انا احط عليك زق وقعد في السجن الى ان شاء الله تموت. انا اصلا سامح منك انا ما بيك. قل لا اله الا الله. لا اله الا الله على كل حال. المشكله. انت تدفع ولا 500,000؟ انا كيف 500,000؟ 500,000 عاد المشكله، ما هي بخساره فيها. لا خسارتين، 5 هللات خسارة فيك انت. صدق اني حبيتها عاد. حبك برص ان شاء الله. يا قليل الحياة يا حيوان، يا قليل التربية. انت مرجال اصلا ما تربيت. انت متباري الا سمرمدي سمرمدي، وانا داير انك بتطيح في العلوم الخايبه اللي ما نبيها احنا ولا يبسلون لنا. عاد هذه تربيتك. تربيتي انا ما ربيتك على كذا، انا مربيك على الصلاح، لكن اخوياك وربك يا سمرمدي. قلت لا تباري فلان ولا تباري علان ولا تباري، رحت مع اي واحد تباريه. يا سمرمدي. لكن روح خلى الايام تعلمك. انا تربيك ان شاء الله. يا ابوي لا ما جاني مقصر في تربيتك فيها ان شاء الله، رجاجيل بيربونك. قل لا اله الا الله، قل لا اله الا الله، قل لا اله الا الله، قل لا اله الا الله.